رحب فيكم اعزائي المشاهدين من قناة كويت سبورت، برنامج بودي فيت، البرنامج اللي يهتم بلعبة كمال الاجسام والتغذية. نكمل حلقاتنا مع الكابتن المحترف حمد الشطي بعد الفاصل. مستمرين معاكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل مع الكابتن المحترف مجال لعبه كمال الاجسام المحترف حمد الشطي وتمارين لعضله الارجل. مساك الله بالخير كابتن، يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا اليوم عندنا تمرين ارجل، عضله الارجل عضله كبيره، نص جسم احنا قاعد نتكلم عنه، فزوايا ما تحبها اي، ففيها زوايا كثيره عدل، ودائما تمرين ثقيل يكون اللي جاي النادي وعنده تمرين ارجل اليوم يحس التمرين ثقيل صحيح. لان نص جسم راح يتمرن. ايوه، فشنو زوايا عضله الارجل وشلون راح ناخذها؟ طبعا الجهاز هذا راح نشرحه ان شاء الله، هذا بديل السكوات الحر. السكوات الحر زين، وشين زين انه يعالجون فيه التاهيل حق اللي مسوي مثلا عمليه رباط ما رباط، يخلي البار فاضي، ينزل سكوات، ينزل ويصعد، يعني علاج تاهيل. والشين اللي فيه الناس اللي تحمل عليه اوزان ثقيله معرض نفسه للاصابات، قطع بالاوتار، قطع بالعضله، الركبه، من ركبه الظهر، هذه اصاباته. فالاجهزه هذه قامت تخدمنا بدون اصابه، افضل من الحر، افضل من الحر، وبناء هم من العضله بشكل اكبر واسرع من الحر. حلو، اكلمك انا عن الحر مقارنه بالحر. طبعا انا احب الحر اكثر، بالذات بالريل، بس الحين متجه كله على الاجهزه، يعني ما ادري عن الحر من سنين. راح نشرح ان شاء الله حق التمرين هذا. كابتن الاجهزه سيفتي اكثر، سيفتي اكثر وايد. انا قاعد اكلمك حق حتى المتقدم، حتى المحترف، فعشان كذي حتى المبتدئ دائما انه شوف، لو تلاحظ ان الجهاز كشن ورا ظهرك، اهم شيء الظهر بالريل. اذا ضرب ظهرك بس خلاص ما راح تقدر تلعب، انطق الظهر يعني او حاشيته اصابه، ما راح تقدر تتمرن. جيتك النادي ما تقدر تي اصلا كلش نهائيا، العمود جسمك ظهرك. فالتكنيك الريل راح يكون على ثلاث زوايا، اللي هي السبعه الواسع، وفي السبعه العاديه، وفي 11 الضيج. راح نشرح ان كل منطقه وين تشغل، والدفع من وين راح يكون. في ناس في من قدام من القدم مشط الريل يدز، في ناس تدز من كعب الريل، عرفت؟ وفي ناس ما تلاحظ يقول لي ادز وبس. فراح اشرح انا وين راح يكون الضغط لازم يكون عشان تبني العضله اللي احنا قاعد نقصدها. الشرح ماله راح يكون ان شاء الله هم سهل. هذا سبعه واسع يشغل داخل الريل اللي هي عضله الضامه، وبالنزول يشغل الريل الخلفي، وانت صاعد هم يشغل العضله الاماميه اللي بهالطريقه. طبعا لازم تكون النزله كامله. اما النزول بطيء وصعود بطيء، بس ما يمنع انك تلعب وزن. هذا شرح حق العضله الضامه وبرا الريل. يفضل انه يكون بطيء. السبعه العاديه تشغل الريل الامامي بشكل عام، الريل الامامي من هالجهه بس. الخلفي بنسبه بسيطه يمكن 40%. بس 80 الى 90% مشغل الريل الامامي. الريل الامامي بس مو من فوق، من فوق راح نشرح، من تحت وعلى جنب. من تحت العضله الاماميه من تحت وعلى جنب بهالطريقه، ريلك بالنص. وفي ناس يقول مثلا كابتن انا يحوشني عوار بالركبه من الجهاز، البوزيشن او الوضعيه هي غلط. اذا حاش عوار حيقدم ريله، او اذا مقدم ريله وايد يرجع ريله شوي لين يروح العوار. مثلا قدام انا احس عوار، قدمت شوي، شيء بسيط يعني مثلا نص خطوه، اقدم شوي بعد أي. ما في عوار كلش نهائيا، راح العوار. يعني هذه وضعيتك عشان يعرف. في ناس عبالها انه في خشونه ولا شيء،
لا الوضعيه غلط، قاعد تأذي نفسك انت مو حاس. هذه الثلاث اوضاع حق جهاز السكوات يخدمك على ثلاث تمارين. طبعا هي مثل ما تكلمت السبعه تكون ريلك تحت واسع او انها تكون اضيق شوي. بس انا ما شرحت همن اسف، في عضله الاماميه من قدام راح يكون الوضع مالها يكون 11 ضيج، وتدز كعب الريل حلو من تحت. لاحظ طبعا الريل شلون تكون ضيجه على بعض ونزول على المستوى هذا، على مستوى واحد النزله تكون كامله. وما تصعد كامل 90، اذا صعدت كامل تسبب احتكاك خشونه بالركب، متعرض للاصابات يعني. ما تنزل، تنزل نزله كامله، الصعود تقريبا 90، ترد تنزل 90. زين كابتن، يفرق اذا الريل كانت فوق او تحت؟ اذا قدمت بهالوضعيه راح يشغل الريل الخلفي. الخلف اذا خليتها بالنص راح تشغل. ايوه، وعلى حسب الخلفي. اي على حسب، يعني مثلا واحد طويل وايد يقول قاعد اقدم، قاعد يروح العوار، ما في عوار، متمكن من الجهاز، على حسب. فياخذ هو اللاعب ياخذ وضعه على الجهاز نفسه، على بنيه الجسم، على الطول يفرق، ياخذ الاريحيه الكامله بالتمرين عشان لا يتعرض للاصابه. يتمكن من التمرين. يتمكن من التمرين. يعطيك العافيه ابو يوسف على الشرح هذا. الله يعافيك. وقواك الله. الله يقويك. خلوكم معنا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة كويت سبورت وبرنامج بودي فيت، الفقرة الغذائية. وياكم أخوكم حسين السعد، تغذية رياضية. راح أتكلم وياكم اليوم عن واحد من المكملات اللي يستخدمها بعض لاعبين كمال الأجسام. أكثر اللي كانوا يستخدمونها يعتبرون من الأولد سكول، اللي كانوا يعتقدون في أهمية هذا المكمل. راح نتكلم اليوم عن مكمل الجابا. الجابا هو مادة تعتبر ناقل عصبي يستخدمها الجهاز العصبي المركزي في تقليل التوتر والضغوط النفسية وزيادة الاسترخاء، كذلك تقليل ضغط الدم وزيادة هرمون النمو من خلال النوم لساعات طويلة، نوم عميق باسترخاء فيزيد من هرمون النمو. هذه المادة، مادة الجابا، موجودة في الجسم، وهذا عملها أو طريقة عملها في داخل الجسم، تقلل من القلق، تقلل من نوبات الهلع والاضطرابات النفسية عند الإنسان. ولكن هل استخدام مكمل الجابا راح يعطينا نفس هذا التأثير من تقليل القلق أو نوبات الهلع؟ وإحنا نعرف أن هذه القلق أو نوبات الهلع تأثر على هرمونات الجسم بشكل عام، فتقلل من نزول الوزن وكذلك تقلل من البناء العضلي. مكمل الجابا لما ناخذه كمكمل غذائي ما يقدر يجتاز الحاجز الدموي للجهاز العصبي، فما يعطينا نفس التأثير لما نستخدمه أو يمتص الجسم من خلال الغذاء. فأكثر اللي يأخذون مكمل الجابا لزيادة الاسترخاء أو للابتعاد عن القلق أو لزيادة كفاءة النوم أو لعمق النوم وزيادة إنتاج هرمون النمو أثناء النوم. للأسف هذا المكمل ما راح يعطيك هذه الأدوار مثل ما قلت لكم، لأنه ما يقدر يجتاز الحاجز الدموي للجهاز العصبي المركزي. زين، إذا يقول لي أحد أستاذ أنا استخدمت هذا المكمل وشفت منه نتيجة، أقول لكم أن في تأثير وهمي للأدوية اللي احنا ناخذها بتغيير طريقة التفكير. فممكن تكون أخذت هذا المكمل وأثر فيك بشكل وهمي، أنت اقتنعت أن هذا ممكن يأثر بزيادة الاسترخاء، ففكرت أنك أنت مسترخي وتقدر تنام نوم عميق، ففادك في هذه السياق. أما كمكمل، الدراسات تبين أن ما منه أي فائدة ولا يعطينا هذا الدور. أتمنى أكون قدمت لكم معلومات مفيدة في هذه الحلقة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله.